السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة. بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة، وشكرا جزيلا على كل. إذن مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في درس جديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى غاية الاحتراف. أذكركم أنكم سوف تجدون في القناة مجموعة من الدروس لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر، ومجموعة من قوائم التشغيل المتعلقة بدروس مختلفة ومتنوعة في اللغة الفرنسية. لذلك أدعوكم مشاهدينا الكرام للاشتراك بالقناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الشاشة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد في القناة. إذن درس اليوم يتعلق بأهم المصطلحات أو مصطلحات مهمة في اللغة الفرنسية، والتي سوف تساعدكم على إنشاء حوارات باللغة الفرنسية. إذن المصطلح الأول هو سي سي سي، بمعنى هذا هذا سي هذا. مثال أن أقول سي مون بير سي مون بير، هذا أبي سي مون بير. وسي هنا مكونة من كلمتين سي و او اس تي و اي سي و اي سي، هذه في الأصل سو سي مع أو، ووضعنا هنا الإشارة لأن إي تبتدئ بحرف أو أيضا، وإذا كلما التقى أو مع أو من أول الكلمة فنحذف الأولى ونضع إشارة في بداية الكلمة. إذن سي هذا. المصطلح الثاني وهو سي بون سي بون، بمعنى هذا سي بون، هذا جيد هذا جيد هذا جيد. سي بون سي بمعنى قلنا هذا، وبون بمعنى جيد جيد بون، مفهوم؟ المصطلح الثالث سي فغي سي فغي سي فغي، بمعنى هذا صحيح سي هذا فغي سي فغي هذا صحيح. إذا قال لك شخص مثلا معلومة معينة ستقول له سي فغي هذا صحيح. المصطلح التالي سي تا دير سي تا دير، بمعنى هذا يعني هذا سي تا دير هذا يعني هذا يعني سي تا دير، مفهوم؟ المصطلح التالي سي سي بيان سي بيان، هذا جيد هذا سي بيان. مثل سي فغي سي فغي أو سي بون سي بون سي بون، هذا جيد. و سي بيان هذا جيد أيضا سي بيان.
يمكنكم القول سي بون أو سي بيان بنفس المعنى، تأتياني بنفس المعنى. المصطلح التالي سي إتخانج، سي إتخانج، سي إتخانج. تلاحظون هنا النطق تي مع أو تنطق تي، لا نقول سي إتخانج، نقول سي إتخانج. سي إتخانج بمعنى هذا غريب، سي هذا غريب، إتخانج. المصطلح التالي سي إيفيدون، سي إيفيدون، هذا واضح، سي هذا إيفيدون، واضح. مفهوم. المصطلح التالي سي ريديكول، سي ريديكول، سي ريديكول، بمعنى هذا مثير للسخرية، سي هذا مثير للسخرية، ريديكول، ريديكول. مفهوم. سي غار، سي غار، هذا نادر، غار نادر، سي غار. سي غيال، سي غيال، سي غيال، معنى هذا حقيقي، سي غيال. مفهوم. سي ريسكي، سي ريسكي، إنها مخاطرة أو هذا خطير، إنها مخاطرة أو هذا خطير، ريسكي خطير. سي ترو، سي ترو، هذا كثير، هذا كثير. سي أوفير، سي أوفير، إنه مفتوح، أوفير، أوفير مفتوح. مفهوم. سي أوفير. سي فيرمي، سي فيرمي، إنه مغلق، إنه مغلق. c'est une occasion، c'est une occasion، إنها مناسبة، و occasion هي المناسبة. c'est une occasion، إنها مناسبة. c'est un ordre، c'est un ordre، هذا أمر، و أوردر بمعنى الأمر، c'est un ordre. c'est possible، c'est possible، هذا ممكن، possible بمعنى ممكن، impossible بمعنى لا يمكن، لا يمكن. هنا نقول c'est impossible، c'est impossible، هذا لا يمكن أو هذا مستحيل، مستحيل، impossible، مستحيل. c'est assez، c'est assez، هذا يكفي، هذا يكفي. c'est arrivé، c'est arrivé، لا نقول سي أريفي، c'est arrivé، لقد حدث، لقد حدث. c'est super، c'est super، إنه شيء رائع، super بمعنى رائع. c'est difficile، c'est difficile، difficile بمعنى صعب. c'est difficile، c'est difficile. c'est facile، c'est facile، بمعنى هذا سهل، سهل، facile. c'est drôle،
سي دغول، هذا مضحك. دغول مضحك. سي ديفيرون، سي ديفيرون مختلف. ديفيرون هذا مختلف. سي دانجرو، سي دانجرو معنى خطير، هذا خطير. سي تو، سي تو هذا كل شيء. سي تو. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه النقطة نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. ندعوكم مشاهدينا الكرام للاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك وتعليق والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد بالقناة. وأذكركم أن هناك قائمة تشغيل خاصة بتعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى غاية الاحتراف بطريقة احترافية جدا، يمكنكم الرجوع إليها لمن أراد أن يتعلم اللغة الفرنسية. إلى ذلك الحين أتمنى لكم مشاهدينا الكرام كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بهذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.